الماركت تبع الميموري في الشرق الأوسط حيفوق 8 مليار سنة 2025، يعني في تطور هائل وفي طلب كتير. ثانياً الكونتنت رايترز، يعني المصورين والإنفلونسر والأداء، الشرق الأوسط صار أحسن من أمريكا وأوروبا، عشان كده إحنا عاوزين منتوجاتنا تكون لهالعينة من المستهلكين، الكونتنت رايتر، المصورين، الإنفلونسر، وبنصنع منتوجات فريندلي. مثلا هالسنة إحنا سنوات الفائدة قمنا بأسرع بوربل اس اس دي، قمنا بأصلب، هالسنة قمنا بأخف واحد 13 جرام of love، ممكن تعطيك 2 تيرابايت. يعني كل منتوجاتنا موجهة للكونتنت رايتر عشان يكونوا مرتاحين. وبالتالي هذا الطلب المتوقع في السوق في المنطقة مستقبلا، كيف تستفيد منه الشركة حاليا؟ إجمالي المبيعات، حجم نمو الأعمال؟ الحمد لله، إحنا شركة ليكسر حققنا مبيعات من 2022 24 200%، يعني دبل. هذا بمجهود التيم، الحمد لله في تيم صارت أكبر. إحنا التطور تبعنا كان في المردود وكان في الكفريج، يعني من سنتين كنا بس في 5-6 دول في الشرق الأوسط، دلوقتي حاضرين في مصر بقوة، حاضرين في السعودية، في قطر، في البحرين، في عمان، أنا كمسؤول على أفريقيا دلوقتي حاضرين في جنوب أفريقيا، المغرب، تونس. يعني التوسع مش بس في المردود بس حتى في الجغرافيا، وفي توسع كمان فيرتيكال، يعني بنركز على عينة معينة من الكونسومرز. وما هي الأسواق الأكثر طلبا في المنطقة من بين الأسواق التي تعمل فيها الشركة؟ الحمد لله احنا مقرنا الرئيسي هنا في دبي، وهو الهب تبعنا اللي قوي كتير. السوق الثاني في سعودية ما شاء الله عاملها شوي كويس، مصر سوق يعني promising very promising، المغرب عاملين شغل كويس. لو شفت النقطة الكومن بوينت ما بين السعودية والإمارات ومصر والمغرب، في تطور، في الحكومات تبع الدول عندها ويلين، عندها رؤية إنها تطور الرقمنة والبرمجة والديجيتاليزيشن والأمور. كل ما الدولة والحكومة والبرايفت سيكتور يكون عندهم يعني رؤية مستقبلية، يكون عندهم ويلين، يعني عاوزينه وقبول، إن شاء الله الأمور بتمشي كويس. ما هي الأسواق التي سنتوسع فيها خلال 2025؟ أنا كمسؤول على ليكسر في المنطقة حالياً تم تكليفي من 6 شهور ولا 8 شهور بالهند، والحمد لله الهند ما كانش عندها ولا فريق، لو تعدنا 12 شخص في الهند، والهند بطريقة أو بأخرى هو السوق عنده علاقة ريبل أفكت والشرق الأوسط.